والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة الأحباء، في بدء هذه الذبيحة الإلهية التي نحتفل فيها بعيد يسوع المسيح ملك الكون، لنجدد انتماءنا
وولاءنا لهذا الملك، لنجدد تجندنا بكوننا تلاميذه من خلال التوبة. هنالك كاهن لسماع الاعترافات، وهذه نعمة كبيرة وفرصة لنا لأن نجدد في هذه اللحظات توبتنا التي فيها نعبر للسيد المسيح ملك العالمين بانتمائنا ومحبتنا وولائنا وتلمذتنا له، لنندم على جميع خطايانا في هذا المساء. ونخص بالذكر اليوم كل الخطايا التي أهملنا فيها بناء ملكوت المسيح من خلال المحبة، التواضع، الخدمة، المغفرة والتسامح، من خلال الفقر وحمل الصليب والشهادة لاسم يسوع في جميع ظروف حياتنا اليومية والحياتية، لنندم على جميع خطايانا فنكون أهلا للاشتراك في هذه الأسرار الإلهية المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة، خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا. من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى ربي إله. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. نسجد للابن الواحد،
هللويا هللويا. نشكره لعظمة مجده. هللويا هللويا. المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام. أنت وحدك القدوس. هللويا هللويا. أنت وحدك العليم. هللويا. المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام. أنت روح الله الحي. هللويا هللويا. ضيف نفسينا الكريم. هللويا هللويا. المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام. لنصلي أيها الإله السرمدي القديم، يا من أردت أن تجدد كل شيء بالمسيح ملك العالمين، حرر الخلائق من العبودية فتعكف على عبادتك ولا تكف عن حمدك يا ذا العزة والجلال، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدوس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من نبوءة دانيال. ورأيت في رؤى الليل فإذا بمثل ابن البشر آتيا على سحاب السماء، فبلغ قديم الأيام وقرب إلى أمامه، وأوتي سلطانا ومجدا وملكا، فجميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه، وسلطانه سلطان أبدي لا يزول، وملكه لا ينقرض. كلام الرب. وارتدى جلاله، اتخذ الرب العزة إزراره. وعظمك يا إلهي.
العالم فلن يتزعزع وطيد عرشك منذ الأزل وقد كنت دوما ولم تزل أعظمك يا إله الملك وأبارك اسمك مدى تهرب وإلى شهادتك جد صادقة والقداسة ببيتك لائقة أيها المولى على مدى الأيام أعظمك يا إله الملك وأبارك اسمك مدى الدهر وإلى قراءة من رؤيا القديس يوحنا الرسول عليكم النعمة والسلام من لدن يسوع المسيح الشاهد الصادق وبكر من يقومون من بين الأموات وملك ملوك الأرض لذاك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه المجد والعزة أبد الدهور آمين ها هو ذا آت في الغمام ستراه كل عين حتى الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض أجل آمين أنا الألف والياء هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان ويأتي وهو القدير كلام الرب هللويا 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 هللويا
في ذلك الزمان. قال بيلاطس ليسوع: أأنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: أمن عندك تقول هذا؟ أم قاله لك في آخرون؟ أجاب بيلاطس: أتراني يهوديا؟ إن أمتك والأحبار أسلموك إلي، فماذا فعلت؟ أجاب يسوع: ليست مملكتي من هذا العالم، ولو كانت مملكتي من هذا العالم لدافع عني حرسي لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن مملكتي ليست منها هنا. فقال بيلاطس له: إذن فأنت ملك. أجاب يسوع: هو ما تقول، فإني ملك، وأنا ما ولدت وأتيت العالم إلا لأشهد للحق، فكل من كان من الحق يصغي إلى صوتي. كلام الرب التسبيح لك أيها المسيح. يسعد مساكم جميعاً، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد يسوع المسيح ملك الكون. واللي في هذا العيد نحتفل أيضاً بعيد الشبيبة، هذه الشبيبة التي تكرس نفسها لخدمة الإنجيل من خلال شهادتها كشبيبة مسيحية، كملح في الأرض ونور في العالم، في كل مكان تكون متواجدة فيه. فصلاتنا أيضاً في هذا المساء نقدمها عن نية شبابنا وشاباتنا، هذه الشبيبة التي تحتاج لهذه الصلاة كي تكمل شهادتها وخدمتها لروح الإنجيل في هذا المجتمع. في نص الإنجيل المقدس الذي استمعنا إليه اليوم، تتجسد أمامنا صورة صعب فهمها، تتجسد أمامنا معركة مش عارفين مين رح يفوز فيها، لأنه توازن القوى فيها مش واضح بالنسبة لإلنا بحسب المشهد. شو اللي عم بحكي فيه الآن؟ ما في أصعب من صورة السيد المسيح اللي هو ملك الملوك، يقف كمتهم وكمجرم أمام والي لمنطقة صغيرة. ما في أصعب من وقوف كلي القدرة اللي كان يعمل معجزات بكلمة أو بلمسة أو بنظرة أمام شخص لا يستطيع أن يخمد ثورة صغيرة يقوم فيها
فل من الجنود أو الحرس أو المتمردين. ما في أصعب من صورة إنه الإنسان الزائل مثل بيلاطس والمائت مثل بيلاطس يقف حاكماً بسلطته الزمنية على من لا يموت، على من يعطي الحياة، على من كانت به الحياة كلها. صورة صعبة إنه نفهمها لمجرد إنه نشوفها فقط أمامنا، ولكن إذا عدنا لتأملاتنا في الأحاد السابقة، بذكركم بالأحد اللي تأملنا فيه بالشاب الغني اللي أراد إنه يحصل على الحياة الأبدية. ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ يسوع طلب منه بيع كل شيء، ولكنه ما قدرش يتبع يسوع. شفنا إنه يسوع بفضل الفقر على الغنى. شفنا إنه يسوع بيطلب منا أن نختار الفقر على الغنى. والأحد اللي بعده لما تأملنا بالتلاميذ اللي بيتجادلوا بين بعضهم البعض من هو الأكبر فيما بينهم، وسمعنا صوت السيد المسيح اللي بيقول اللي بده يكون الأكبر فيكم فليكن الآخر، واللي بده يكون الأول فيكم فليكن لجميعكم عبداً وخادماً. شفنا كيف السيد المسيح بيدعو بارطيماوس الأعمى لأن يتبعه بعد ما نادى صارخاً بارطيماوس رحماك يا يسوع يا ابن داود. حكوله التلاميذ للأعمى قالوا له تشدد وقم إنه يدعوك، اترك كل شيء، إنه يدعوك، اترك جانب الطريق وادخل في الطريق، إنه يدعوك. ورجينا يسوع إنه بيدعو الجميع. ورجينا السيد المسيح في تأمل أكبر الوصايا. ما هي أكبر الوصايا؟ أكبر الوصايا هي المحبة، أن نضع الحب في العمل أكثر منه في الكلام إخوتي. وهذا ما شاهدناه في الأحد اللي بعده لما الأرملة الفقيرة البسيطة وضعت عشرين أو فلس. هذا الفلس كان أكثر بكثير من أموال الأغنياء لأنها وضعت هذا الفلس بمحبة كبيرة. فالقليل عند يسوع هو الكثير من خلال المحبة. والأحد الماضي شفنا مع بعض هذه الظلمة وهذا المشهد المرعب اللي بيكون في آخر الأزمنة عندما يأتي يسوع، الظلمة التي ممكن أن يعيشها الإنسان، ولكن بإيمان هذه الظلمة ممكن تقوده لأن يرى ابن الإنسان آتياً في تمام العزة والجلال في سحاب السماء. يعني الصلبان اللي بنحملها، الصعوبات اللي منعيشها، الآلام اللي منعيشها ومنقدمها لربنا لما منعيشها بإيمان تساعدنا كل هذه الأشياء على رؤية يسوع في حياتنا. وتقولوا إلي شو العلاقة بين يسوع الملك اللي واقف أمام بيلاطس اليوم وبين كل اللي شفناه؟ هو ما نحتفل به اليوم، عيد يسوع الملك وعيد الشبيبة. يسوع بطلب منا أن نختار ما يبني الملكوت، وكل ما شاهدناه بتأملاتنا وفي تأملنا اليوم هو البوابة التي ندخل فيها الملكوت.
هو حجر البناء، اللبنة التي نضعها لنبني فيها ملكوت الله، الاختيار الحر الذي نختاره حتى نبني فيه ملكوت الله. وهذا الاختيار هو الذي يعطينا الفرح الحقيقي، هذا الاختيار هو الذي يولد فينا المحبة المستمرة. عشان هيك الشبيب اختاروا شعارهم السنة افرحوا في الرب دائما. هذا الفرح هو ثمرة هذا الخيار، خيار عقلية الملكوت، عقلية الملكوت أو طريق الملكوت اللي فيه يختار المسيحي أن يخدم، أن يتواضع، أن يسمع صوت الرب، أن يسامح، أن يحب، أن يكون الأصغر، أن يعيش روح الطفولة باستسلامه للرب ولكلمة الرب وباتكاله على الرب، أن يعيش القوة من خلال الضعف. سيد المسيح اليوم بيقولنا زي ما بيقول لبيلاطس: ليست مملكتي من هذا العالم، ليست مملكتي من هذا العالم. يعني القوة اللي أنت بتفكر فيها والعقلية اللي أنت بتفكر فيها يا بيلاطس، هذا لا يتماشى مع عقلية الملكوت، لا يتماشى مع خط الملكوت، لا يتماشى مع روحانية الملكوت اللي أجيت أنا سيد المسيح حتى أؤسس على هذا الأرض، على هذه الأرض من خلال تلاميذي ومن خلال الكنيسة بعد التلاميذ. مملكتي هي من السماء، وهذه المملكة مش ممكن نفهمها بعقليتنا البشرية الإنسانية العادية اللي بتعيش العين بالعين والسن بالسن. لا، ملكوت يسوع هو كل إشي شفناه في تأملاتنا بالأحد السابقة، واليوم يسوع يضعنا أمام هذا الخيار. إذا إحنا بدنا نبني هذا الملكوت من خلال خياراتنا اللي منقوم فيها، خياراتنا اللي مفروض تزيدنا حرية وتزيدنا قوة وثبات في المسيح مش في العالم، في المسيح وليس في العالم، لأن مملكة السيد المسيح ليست من هذا العالم. عادة شعوب هذه الدنيا يهتفون بحياة ملوكهم، وهذا يجوز، ولكن الملك الوحيد اللي هتف بحياة شعبه وكل واحد في شعبه هو فقط يسوع المسيح. كل الرعاة في العالم يستفيدون من رعيتهم لما الراعي بيختار جدي أو طلي أو خروف صغير، بيختاره حتى يتنعم فيه بأنه يذبح ويأكله، هذا حقه، ما عدا راعي واحد، الراعي الصالح اللي قدم ذاته ذبيحة حتى خرافه تأكل وتشبع. كان هذا خيار الملك اللي بنحتفل في عيده اليوم، واللي بيفرح لما بيعطينا ذاته ونفسه. وإحنا يا إخوتي، ما هو خيارنا؟ السيد المسيح اليوم لا يطلب منا أن نهتف بحياته فقط، ولكن أن نختار حياته حتى تكون حياتنا، أن نختار حياته حتى تكون مثال لحياتنا، وحتى نهتف إحنا مع مار بولس اللي بيقول
لست أنا أحيا بل المسيح يحيا فيا. آمين. الآن مع بعض نقوم مع الشبيبة بإعلان تكريسها وخدمتها لروح الإنجيل في شهادتها في المجتمع. سيكون مرشد الشبيبة لهذا العام في رعية مربولوس لجبيها الأب سامر مدنات كاهن الرعية. منسق العام ومسؤول العام للفرقة الآنسة ميرنا زيادات. مسؤولي فئة الشبيبة العاملة والجامعية بالإضافة لكاهن الرعية الشماس يزن بدر. مسؤول فئة الثانوي وفئة الإعدادي الآنسة إيفيت بهو والآنسة سارة عبوي والآنسة ميرنا زيادات. مسؤولي فرقة البراعم الشماس يزن بدر سيد جوزيف عبوي الآنسة جوي عباسي الآنسة جولي كركر والسيد زيد عماري. أيها الأحباء، ها نحن نعينكم لخدمة إخوتكم في فرقة الشبيبة الطالبة والعاملة المسيحية في كنيسة القديس بولس في لجبيها، وفقاً لمبادئ الإنجيل ولتوجيهات رعاة نفوسكم. فهل تريدون أن تتحدوا أكثر فأكثر بيسوع المسيح وأن تثابروا على ما يجعلكم أهلاً لهذه الخدمة؟ إننا نرحب بتعهدكم المقدس فرحين، فليثبتكم الرب في محبته وفي خدمته بأمانة. لنصلي. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لم آتي لأخدم بل لأخدم، هب لهؤلاء المتطوعين لخدمة إخوتهم في شبيبة مربولوس لجبيها أن يقتدوا بك ويتمسكوا بتعاليمك فيكونوا رسلك بشهادة سيرتهم ويعملوا على تقديس نفوسهم وتقديس العالم. آتهم البذل المتتابع في العمل والمواظبة على الصلاة في كل حين إلى جانب الوداعة في الخدمة. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. هاكم صلاة الشبيبة، واثبتوا على عيشها في حياتكم اليومية بصدق الإيمان والرجاء والمحبة، وليكن المسيح لكم قدوة في خدمتكم للإخوة. الروح القدس الذي أرسله الرب يسوع ليثبت تلاميذه في الحق، وهو الروح عينه الذي يقود الكنيسة اليوم ويحفظها ويلهمها، فليؤتكم البذل المتتابع في العمل والمواظبة على التأمل في كلمة الله في كل حين بالمسيح ربنا. آمين. إذن مع أعضاء أو سائر أعضاء الشبيبة والجميع لنجدد وعدنا
كأعضاء ملتزمين في الشبيبة المسيحية. أبانا الذي في السماوات، إننا نكرس لك شبابنا ونقف على خدمتك نفوسنا، فامنحنا إيمانا نتغلب به على الفساد، لنصون على الطهارة قلوبنا ونتمم على الدوام مشيئتك. إخوة أوفياء لفادينا الحبيب، فنحب جميع السم. يا سيدة الشبيبة صلي لأجلنا. الآن يوقع متطوعين الشبيبة على المذبح وعد التزامهم بهذه الخدمة وهذا التكريس على المذبح، علامة على أنهم يقدمون ذواتهم في هذا العام لله في خدمتهم وفي تضحيتهم وتطوعهم لإخوتهم. نؤمن بإله واحد، إله حق مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم. الذي هو مع الآب الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة رسولية لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أيها الإخوة الأحباء، عيد يسوع الملك أحب الأعياد إلينا وأطيبها أثراً علينا، لذلك نتوجه بصلاتنا الآن إلى هذا الملك الطيب، فعساه أن يهبنا ميراثاً سعيداً في ملكوته المجيد ويكتب لنا فيه رصيداً مباركاً من الأجر والثواب.
نصلي من أجل قداسة البابا فرانسيس وبطرياركنا بيير باتيستا والكنيسة الجامعة لكي تقوم برسالتها السماوية على هذه الأرض متمثلين بالله الآب. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يدرك كل شخص فينا أن محبة المسيح هي محبة دائمة غير مشروطة، ومن هذا الحب نستطيع أن نغذي ذواتنا لنسير في حياتنا متمسكين بالمسيح ملكا لنا. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل كل واحد منا لكي يكتشف أن الفرح الذي نسعى له هو الفرح السماوي لا غيره، وأن كل ما نعيشه في هذه الأرض هو السبيل لنصل إلى فرح رؤية وجه الله. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن نعيش مسيحيتنا كما هي ونعكس صورة الله الحقيقية في حياتنا اليومية بكل عمل صغير نقوم به، وألا نخجل منهم لنكون شهداء لحبه الإلهي في عالمنا اليوم، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل شبيبتنا لتكون كلمة الله الحية العاملة بكل فرح ومحبة في الأرض متمثلة بالمسيح وممتلئة من الروح القدس، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن ترافقنا السيدة العذراء في مسيرة حياتنا، نتعلم منها الشجاعة وجرأة في جعل يسوع ملكا على حياتنا، ونكون في ملجأ بعد ابنها، واثقين بشفاعتها، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. صلي من أجل جميع مرضانا. نشكر الرب على عودة بعض المرضى إلى هذه الكنيسة ليرفع الشكر لإسمه، ونطلب من الرب أن يلمس بحنانه ورائفته الأبوية باقي المرضى، من لا يستطيع الحضور إلى هذه الكنيسة فيعود إليها شاكراً ممجداً اسم الرب لعظيم عجائبه. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. صلي من أجل أبنائنا اللي بيتحضروا لسر الزواج واللي نالوا سر الزواج في الأيام الماضية، كي يثبتهم الرب ويباركهم وينميهم ويجعل منهم شهود لإسمه في هذا المجتمع وفي العالم، إلى الرب نطلب. صلي من أجل الشبيبة والشباب في كل مكان وخاصة في رعيتنا، حتى يسمعوا صوت الراعي، حتى يزدادوا ولاء للسيد المسيح من خلال رفضهم الخطيئة واتباعهم لصوته الحنون وحملهم الصليب، فيكونوا خير شهود وخير تلاميذ لإسم يسوع بين الناس، إلى الرب نطلب. نرفع بصمت صلواتنا الخاصة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من أرسيت في هذا الوجود ملكوت الحب والحق والعدالة والسلام، نسألك فآتنا أن ننتمي إلى هذا الملكوت باعتناق مشيئتك وحفظ وصيتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. جلوس. لأنك أنت يا رب نور العالم، وأنت من أوكلت لنا رسالة حمل نورك إلى العالم، في صليبك ولدنا وبفضل موتك عليه افتديتنا. نطلب منك أن تقبلنا بكل ما نحن عليه وتباركنا لنكون شهودا حقيقيين لسر الفداء. نقدم لك يا رب خبز الحياة وكأس الخلاص، واقبل كذلك ما نقدمه من خيرات الأرض، جزءا بسيطا من العطايا التي تجودها علينا، حتى إذا ما أصبحوا جسدك ودمك وتناولناهم اتحدنا بك أكثر فأكثر.
لنعيش الفرح السماوي على الأرض. فاقبل يا رب وبارك. صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. نقدم لك يا رب الذبيحة التي بها صالحت العالم، ونتضرع إليك كي يمنح ابنك الوحيد الأمم أجمعين هبات الوحدة والسلام، هو الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا.
لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك مسحت بدهن الابتهاج ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا كاهناً أبدياً وملكاً على جميع الكائنات، وذلك ليقرب نفسه على مذبح الصليب قربان سلام لا عيب فيه ويتم سر فداء الجنس البشري. فإذا ما أخضع لسلطانه العظيم جميع الخلائق رد لجلالك السامي ملكاً شاملاً ليس فيه انقضاء، ملك حق وحياة، ملك قداسة ونعمة، ملك عدل وحب وسلام. لذلك إننا مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع العروش والسيادات ومع سائر جند الجيش السماوي نواصل التسبيح بنشيد المجد قائلين: قدوس 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 الرب إله الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك. هوشانا 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 في الأعالي. هوشانا 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 في الأعالي. مبارك باسم الرب. هوشانا 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 في الأعالي. هوشانا 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 في الأعالي. حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي،
الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته، نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وسائر الإكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك. اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، مع القديس يوسف خطيبها العفيف، والقديس بولس الرسول شفيعنا، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. الصلاة اللي علمنا إياها سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد، الصلاة الربية التي نطلب فيها أن يأتي ملكوت الرب. وهذا الملكوت ولا يمكن يتم إنه يجي بدون خياراتنا اللي إحنا منختارها حتى نبني هذا الملكوت. بهذه الإرادة وبحرية أبناء الله نرفع أيدينا، وبقوة الروح القدس نصلي الصلاة التي علمنا فيها السيد المسيح اختيار بناء ملكوته على الأرض ولنقل. أبانا الذي في السماوات ليتقدس لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما
نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوله الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. لنتبادل سلام المسيح. وذا حمل الله وذا حامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. إذن ما ننسى بالنسبة للمناولة أن نحافظ على مسافة بين بعضنا البعض، واليوم نعتذر عن تقديم المناولة بالفم، الجميع رح يتناول بالإيد، واللي بتقدم للمناولة بيتقدم إيده الشمال على إيده اليمين، ومباشرة بعدما يضع الكاهن القربانة في إيدنا نتناولها أمام الكاهن، مباشرة أمام الكاهن، ثم نعود إلى أماكننا. جدد فينا الفداء.
بأسرارك توحينا، تقدس كل على باب الكنيسة في شجرة الرحمة، شجرة لجنة الرحمة، وإحنا بنعرف شو لازم نعمل في هاي الشجرة، المغلفات الموجودة عليها، كل واحد بأخذ مغلف وبرجعه لدعم الأسر المحتاجة في هذه الرعية، كما يوجد أيضا سحبة على هدايا جميلة وخاصة من لجنة الرحمة كذلك على باب الكنيسة. طبعاً ما بنسى أطلب أوجه نداء لجميع أبناء الرعية لأن يشاركوا في كافة الفعاليات من كورال الرعية، خدام، شبيبة
وكشافة أخوية لجنة الرحمة حتى يساعدوا في نشر الشهادة أكثر لاسم يسوع من خلال روحانية هذه الحركات الرسولية واللجان الفاعلة في رعيتنا. أود في نهاية هذه الذبيحة الإلهية أن أقدم الشكر وشكر خاص لمحطة النور سات لنقلها هذه الذبيحة الإلهية المقدسة، وأيضا شكر لموقع أبونا اللي قام بالتصوير معنا، ولحضور عضو من الأمان العامة للشبيب المسيحي في الأردن. كل الشكر والتقدير لهم جميعا. لنصلي. ها قد تغذينا بطعام الخلود، فنسألك يا رب، نحن المعتزين بالخضوع للمسيح ملك العالمين، أن نحيا في ملكوته المجيد إلى الأبد، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. بعد القداس مباشرة نأخذ صورة جماعية مع الشبيبة، ومن ثم في ضيافة على باب الكنيسة. الرب معكم. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. لنذهب بسلام المسيح. شكر لله.